يلا كل شيء مخلط. شوفوا هاي كل شيء كل شيء مخلط جمال. أنا وش تقولي؟ مو قدي مو قبل شوية إيش قلتي؟ قلتي نأخذ قطعة قطعتين. خلينا نشوف نجرب. جربتي هسه؟ ابنة شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير صحة وعافية يا ربي. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، هو يوم تسوقي وروتيننا اليومي، وش راح نطبخ وش راح نسوي غدا. صباحكم الله بالخير أصدقائنا الحلوين الغالين. مثل ما تشوفون اليوم الجو كلش بارد والثلج مو طبيعي، صار أسبوع مطر. حلو. فاليوم جولتنا أنا ونور ويانا جوري الحلوة، راح ناخذ جولة اليوم كلش حلوة. نور ما احنا قليل نجي، يعني على الطريق الصدفة ها نور؟ ايه، فاليوم حبينا نجي عليا، لأن قبل كم يوم أنا اجيت شغلي دا اسوق من هنا، فشفت عنده شغلات والله كلش حلوة، فقلت لها نور تعال خلينا نجي ناخذ من عنده. ها نور؟ كورن فليكس. يلا اكو من هذا ابو العسل همات يا نور؟ طيب هذا ابو العسل. ايه مو هذا ابو العسل؟ يجيب لنا واحد من عنده. وليد هاي شنو؟ شوفوا هنا موجود كم بيضه، 18 بيضه. هذا بيض الدراج هم موجود عندهم. هذا هنا شنو؟ ايه عن شغلات مال هذا كيوي، خذينه كيوي. ها ماشي كاكي كاكي قصدي مو كيوي. هذا اناناس اجوري. هذا ميته، خلينا نجرب هذا، ناخذ من مال الالدي دائما. ها نجرب هذا، شو تقولين؟ نعم 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 نعم. قوالب مال كيك بيورتين، لما تشوفون اسعار يعني حلوه، وهاي المعجنات مالتهم. ها نور؟ اقول لك هاي المعجنات مالتهم. شلون نور؟ حنسوي انا والبنات بسكت يعني بالبيت، نسوي هيك اشكال كريسمس. نعم مال كريسمس. وهاي هذا كله ياخذون هدايا، يروحون لاصدقائهم لاقربائهم ياخذون هاي الهدايا الشوكولاتة. يعني شلون احنا نسوي نور الكليتش؟ وهاي هاي شنو هاي؟ باللوز. لست مال جواريبات كم قطعة؟ 15 زوج. خلينا نشوف سعرها، دائما هنا السعر مالتها هاي 15 زوج ب 10 يورو 9.99 سنت. هاي الجواريبات الصوف الشتوية، شوفوا هاي الوانهن. ها نور رخيصة. هاي مال حمامات، هاي احسن من الحمامات. هاي مال حمامات هي، يعني تسحب المي هاي. هاي خاوليات نور ذني الصغار. هاي هنا ميازين عندهم مال وزن. هاي هنا منزلين هاي مال شموع، تتخلى قطعة تخلى لي فوق وتشتعل شمعة لي جوا، تسوي عطر بالبيت كلش طيب. هاي 8.99 سنت يعني 9 يورو. التشنجات عندهم، براغي بكل انواعها. طبعا هنا الحلو يكتبون السعر مالته بالظهر. شوفوا طباره، وانا مذولة جماعه الطباره مال الباتشات وما باتشات. ها نور تشواكيج مال بناء. طبعا اكثر الماركتات هنا مالتهم الاكثر هي الاغلبيه الطبيه تلقي بها انشائيه، مثل ما تشوفون اشكال انواع الانشائيه هنا موجوده عندهم.
براغي، درنا فيساج، براين، كاغجان، يعني عندهم شغلات كلش حلوة ومتوفرة بكل مكان. ما نور زينة مو نور هذا؟ حلو شغلات بيه حلوة هي. جداري هناك طبقات تحتاجين حفظ. جداري من جمال؟ لا عندنا اه طبقات طاوات موجودة عندهم خوش هاي وجوه مال نور باي مال تخم هاي هنا مال السرة حلوة هاي مال تخم مال نور شوفي هاي كم قطعة قطعة واحدة يمكن مو بيها البيجي وبيها هاي ايوه واحدة هاي وليد قطعة واحدة هاي قياس كلش حلوة هسه شوف هاي النقشة نقشة هاي هي يكون هذا وجه لحاف المقابل مالته حلو المانيا صنع الماني نور هاي هواي الوان بي اي بي سخطين الوجوه اي هاي وجوه ماني خالي هاي عشتي بيج هاي شنو هاي فالين هاي هاي برمودا بجايم هاي هي نور هاي بحيل بجايم شكت حلوة ها قديفة هاي نور اي اي بابا حتى هاي هاي مال عندهم هاي كاسات مكاين مال شعر ان شاء الله زين مسوي 19 20 هاي هنا مكان التخفيضات نور هنا مخلين بس شوفي شراتشب شو مسوي 6 يورو قلبت تقلب وش باع ايش طلعت؟ هذه هاي منجوب أربعة بعد لا بعد هذا خمسة هاي للبنات والجمولي يابا نور وين وصلت يا ست؟ ناخذ حافظات ويلي عليك وعلى الحافظات يابا أكثر واحدة تشتري حافظات أم جمال كل شهر تشتري وجبة خلك شوف هذا البصل المقرمش هذا موجود بكل الماركتات هذا تستعملوه ويا الرز تقدرون فوق البوتيتا يعني بأي أكلة تعجبكم ويا الهمبرجر كلش طيب طعمه ومحفوظ بشكل جيد تعالوا على النور ما تخسرون وقول لهم جمال تعالوا ما تخسرون ها يعني واحد يستفاد منه هذا انا وليد لان فتره فتره تجيبني وليد شطين هنا؟ اي هاي استراجاتها كلش تفيد للشتاء اي يعني دول الملابس اخذ هذا حلو تمام؟ نقش شات بي اكو حتى هذا المنجير هيك شيء هذا قصير بس هذا زين ما هنا نور الواريبات 9 يورو لاصقات هاي نور مال البوتيتا مال الخيار مال البصل تخلين بيه حافظات هاي تتخلى واحدة فوق الأخرى شوفي هيك شي يتخلى حلوة هاي الصابات الزيتية يلا تعالوا بعدين نور يعلقون بالهاي شكد حلو نشوف هذا مال التلكيع نور مال القمصلة بلكيت نلقي لنا هنا هذا البخاخ هاي هنا
حتى مع الصيد والسمك موجودة الشبكات. شوية مال الأسماك. هذا شنو؟ هذا الطعم، هذا الأكل مال الأسماك. حتى الأكل مال الأسماك يبولون. هذا هنا، هذا من الأكل مال الأسماك. خلينا نشوف أكل مال الكناري، ناخذ لنا الكناري مالتنا. نور إذا لقيت أكل مال الكناري ناخذ الكناري. ها؟ نعطينا من عنده يلا. نور هذا طيب كلش. هذا مركز. هذا ما تفاح نور. هم اخذي تفاح اخضر. ايه نجربه. نجربنا مال البرتقال، نجرب هذا. هاي وين تشم عودة دقيقة؟ شو عفتيني ورحتي؟ هاي شن؟ يا بي يا ابوي تعال منا، خلنا نطلع منك على الكاسة. منا انا ومنا. يلا كل شيء ماخذت. شوفوا هاي كل شيء كل شيء ماخذت من جمال. انا شو تقولي؟ مو قبل شوي ايش قلتي؟ قلتي ناخذ قطعة قطعتين. ايه خلينا نشوف نجرب. جربتي هسه؟ اوكي. هم جمولي. طبعا هسه رايحين محل جيدي مال ملابس الرياضية والقماص والماركات، فحابين نشتري وردة عاجبة قميص. لا ما نقول لهم شنو عاجبة. هدية هي. هدية هي بنفسها، احنا نريد نشتريها ونخليها يعني للكريسماس، نحضر لهم هدايا يعني وايد. ان شاء الله. اي فهسه نشوف موجودة. ناخذ لها هدية حلوة. اللي هي بوردة. اللي هي عاجبتها طبعا. هي عاجبتها. هي كلش عاجبتها وتعرف تختار هي وردة. اي اي ما تريد شيء يعني كيف الرخيص وقمصلة رخيصة او شاكيت او بنطرون او اي شيء. او تكرم الحذاء. اي قلت لها انا جبت شيء دليلي. بس ما تعرف ايش واكل. ما تعرف ايش ولا شوكت. تعرف شنو حناخذ لها. بس احنا خلينا هبالي. خليتها ببالي انا ونور. وجوري ويانا. هم جوري ما تحكي مو؟ لا ما تحكي. عافيه بجوري عافيه. رجعنا لكم بنهايه الفيديو مثل ما تشوفون. احنا طبعا ام جمال كل شيء مسوقت. شوفوا كل شيء مسوقت. هاي القطعتين مالتها. شو هسه شو نقول لهم نور؟ هسه راح نسوي اكل لان انا محضرته بس احميه بارد. ونقول لكم لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا. تحياتنا لكم. اينما تكونوا. باي باي.